مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم. أول شيء برج الحمل، الشخص القادم في طريقك راح يكون من الأبراج الرئيسية، على الأغلب عقرب أو ثور. الاحتمال الأضعف إنه يكون دلو أو أسد، ولكن الطاقة موجودة. أستبعد إنه يكون من الأبراج النارية، ولكن ممكن. خلينا نشوف حروف اسمه. عندنا حرف الميم وحرف العين. الميم والعين هذه بتكون من حروف اسمه. أول سؤال هني نشوف برج الحمل، وقت اللقاء احتمال كبير أن تكونون أثناء رحلة أو أثناء سفر. أنتوا رايحين أشوفكم برج الحمل إلى منطقة جديدة، بداعي السفر، بداعي الزيارة، بداعي الشوبينج، من أجل أي سبب من الأسباب أنتوا رايحين تزورون أرض ما زرتوها من قبل، أو حي أو محل شوبينج جديد، سوق جديد، مفتوح جديد. فهني نتكلم عن أن أنت رجلك ما راحت لهذا المكان من قبل، هذا الشخص هو موجود هناك، على الأغلب راح يكون هذا هو مكان عمله، هذا هو مكان رزقه، وأنت تروح هني كزيارة. نشوف التوقيت. التوقيت على الأغلب هني نتكلم عن أحس طاقة شهر أغسطس، شهر 8، مو شرط تكون هذه السنة، ممكن السنة اللي بعدها، أو أي تاريخ فيه وقت فيه رقم 8. أوكي، أحس هني وقت اللقاء عندكم راح يتكرر مرتين. أول مرة راح يكون اللقاء بينكم صدفة، وثاني مرة اللقاء راح يكون بينكم متعمد. ولكن ما بين أول لقاء وثاني لقاء في تأخير خارج عن إرادتك وإرادته، بسبب حدث كبير أنت تمر فيه أو هو يمر فيه. حدث كبير قاعد أشوف للأمانة، حدث مثل وفاة أحد عزيز، سبحان الله، أو تخرج من بعد الجامعة. عندنا أيضا أنك راح تتوظف في مكان جديد، فعندك تغيير كبير جديد هو أو أنت راح تمرون فيه، راح يأخر ما بين أول لقاء وثاني لقاء. في أول لقاء راح تكون أنت مشاعرك ومشاعر الانجذاب بينكم واضح، ولكن لسبب ما راح تقدر أن تحصل، وراح يكون في فرصة أن تحصلون على طريقة التواصل مع بعض، ولذلك راح يكون في تحركات جادة من قبلك وقبله للالتقاء المرة الثانية من بعد كذا ظرف خارج عن إرادتكم، ومنها الأسباب اللي عطيتكم إياها. على الأغلب يفصل ما بين اللقاء الأول اللي يكون صدفة واللقاء الثاني اللي يكون مرتب ومجهز من أجله، عندنا يومين أو أسبوعين أو حتى شهرين وسنتين، ممكن يكون من يومين إلى سنتين، بس شيء في 2. أوكي، أغلب شيء يكون شهرين أو احتمال سنتين ممكن، لكن على الأغلب أشوف أنه ما في وقت كبير يفصل ما بين اللقاء الأول والثاني. خلنا نشوف مكان اللقاء. نتكلم هنا عن مكان مفتوح. شوفوا، مو قلت لكم سوق، مكان مفتوح، مكان عام. أنت مشغول في شيء ثاني برج الحمل. برج الحمل أحب عقله، دائما عقله يكون قاعد يفكر أو يحاول يكتشف أو مشغول. فأنت في طبيعتك هنا المشغولة اللي بدك كأن تكتشف شيء، أو بدك تبحث عن أحد مثلا من أهلك ضاع في السوق، قاعد تنتظر شيء في السوق أو في هذا المكان المفتوح، وهنا يصير في الالتقاء بينكم. ليش أنا أقول لك صدفة برج الحمل؟ لأن كأنما هو راح يغلط يعطيك طلبية ليست لك، أو يعطيك بضاعة ليست لك، ففي هنا غلط يصير فيستدعي أن أنت تلتقون لمرة ثانية. ضروري يصير الالتقاء للمرة الثانية. قال المرة الأولى ما قدرت يصير في تواصل بينكم، فيصير هنا عندنا في المرة الثانية، لأنه في غلط غير مقصود للأمانة، ولكن هو اللي راح يسبب سبحان الله في أن تضطرون تردون تروحون هذا المكان أو هذه المؤسسة أو هذا المطعم.
عشان تعدلون الغلط اللي يصير، لأنه هو راح يفكرك إن أنت شخص ثاني، راح يغلط في شيء، يبدل الطلبيات أو يبدل أو مثلاً يفكر إن أنت الموعد القادم إذا كان في عيادة، إذا كان في صالون تجميل، يفكر إن أنت الشخص اللي المفروض يقوم بخدمتك ولكن في غلط. أوكي، إحنا نقول محاسن الصدف، أجمل قصص الحب تبتدي بالصدف والصدف العفوية. زين، في هذا الكرت أيضا أتتني طاقة احتمال إن أنت أو هو يكون في شخص هني قاعد يسأل عن إرشادات للطريق، لأن المكان كبير، المكان مفتوح، هذا هو مكان عمل نعم، ولكن في أحد منكم هني يسأل عن شيء. على الأغلب الإرشادات لمكان أو يسأل عن إرشادات الطريق بالمختصر. إنزين، خلينا نشوف مواصفات شكله. هذا شخص متوسط الطول، جسمه متناسق، في عرض في جسمه، فخلينا نسميه نوعا ما عريض المنكبين. هذا شخص شعره ليس أسود، نعم بشرته فاتحة تميل إلى البياض، ولكن شعره ليس أسود، احتمال كبير أنه يكون أصوله أشقر، ولكن مش أشقر بالمعنى الأوروبي. احنا عندنا دائما في الدول العربية حتى الأشقر لما ينولد يكون مثلا في البداية شعره ذهبي، وبعدين كل ما كبر في السن يتحول إلى البني الغامق أو البني. هذه هي شقارة الوطن العربي، مو دائما ولكن الكثير. هنا نتكلم عن الشعر اللي لونه يتدرج ما بين الذهبي إلى البني. أوكي، ولكن هذا شخص يحب اللحية، يهتم جدا باللحية وبالشعرة، دائما يكون في تسريحة، في ستايل، في شكل، يهتم بعطرة، حتى يهتم بكماليات باقي الأشخاص ما يهتمون فيها، يعتبرونها ليست ضرورية. نتكلم هنا عن تسريحة الشعر أو تحديد اللحية، تحديد الشكل، يهتم جدا، مهندم، يهتم جدا بشكل برج الحمل. أوكي، أيضا شخص يحب أنه يلبس تيشيرت لمجموعة مفضلة عنده، ممكن تكون هذه المجموعة فرقة غنائية، فرقة موسيقية، ولكن على الأغلب لأن احنا ترى نعيش في الوطن العربي، فبتكون هذه هي التيشيرت اللي يلبس المميز عنده. اللبس دائما في لبسه شيء يخص مجموعة المفضلة، ممكن يكون على الأغلب هذا النادي الرياضي، النادي الرياضي اللي يحبه مثل مانشستر يونايتد أو ما أدري أي نادي كرة ينضم إليه أو هو يحبه يشجعه. ما يلعب كرة، أنت مو مثل برج الجدي، هذا ما يلعب كرة، هذا يحب يشجع الكرة، مشجع جدا، شو يسمونه، متعصب، متعصب، ودائما في لبسه بيكون شيء ينوضع على اليد أو التيشيرت، دائما في لبسه شيء يخص النادي المفضل عنده أو مجموعة ينضم هو إليها، ممكن تكون حتى مجموعة دينية، ممكن يلبس شيء فيه إذا كان مسلم بيلبس شيء فيه لفظ الجلالة، إذا كان مثلا مسيحي يلبس شيء فيه علامة الصليب. فعندنا إحنا شخص هني يفتخر بالمجموعة اللي هو ينضم إليها، سواء كانت مجموعة دينية أو هواية مثل النادي الرياضي. اللي بعده خلنا نشوف أطباعه يا برج الحمل. هذا شخص راح جدا، ما بقول لك يتحداك، ولكن هذا الشخص ليس سهل، لأنه هو جذاب شكلا، فيمر عليه الكثير من الأشخاص. أوكي، فهذا الشخص ليس متواضع، لأنه هو جميل، وسيم جدا، ويهتم بشكله، عندك يملك كاريزما، لذلك هو جدا مرغوب أو محبوب من قبل الجنس الآخر، ولكن شاءت الأقدار أن يكون الاختيار عليك برج الحمل. إنزين، هذا الشخص جدا معسول اللسان، على الأغلب يتكلم لغة ثانية غير لغة الأم، ويكون جدا يجيدها بطلاقة، يعني مثلا يتكلم عربي ومع إنجليزي بطلاقة، أو مع فرنسي بطلاقة، أو مع ما أدري فارسي بطلاقة،
أي لغة ثانية يتكلمها جدا بطلاقة، ويستطيع أن هني عنده كاريزما يتعامل مع الأبر كلاس، الأشخاص الأغنياء في المجتمع، الأثرياء في المجتمع. ما بقول لك هو ينتمي إلى هذه الفئة، ولكن يستطيع أن يتكلم بلسانهم ويتكلم بأطباعهم. زين، ولكن حقيقة هو شخص جدا يرغب أن يحب أحد، يرغب أن فعلا يحس أن في أحد يحبه، يفتقد الحب حاليا. أوكي، جدا مبدع في مجال عمله، ينتظره مستقبل زاهر وايد مو شوي. هذا الشخص بعد كم سنة راح يكون له اسمه في السوق، راح يهيمن على مجال معين. على الأغلب هذا الشخص يعمل في مجال يخص ما أدري التجميل أو صالونات التجميل أو عيادة مهمة، شيء يخص، في شيء يخص الجمال، يخص الملابس، يخص الشكل. ممكن يعمل إنه يدير أو يعمل حتى في صالون شعر، شو تسمونه أنتو؟ أوكي، صالون شعر للنساء أو للرجال على حد سواء. أوكي، لكن هذا الشخص جدا لازم تحذره، لأن اللي أحسه هني في طاقته إنه أول ما تتعرف عليه راح تتعرف على شخصيته الرقم واحد، وهي الشخصية خفيفة الظل، فكاهي، معسول اللسان، نوعا ما مغرور. أوكي، مغرور، ويحب إنه جدا يحس إنه هو مرغوب فيه. ولكن الشخصية الثانية اللي راح تتعرف عليها بعد العشرة هي شخصية نوعا ما غيورة، نوعا ما تحب، ما بقول لك التملك، تحب نفسها. إنزين، كريمة، ولكن في نفس الوقت بيحب إنه يتنافس. عشان كذي أقول لك عنده بيكون النجاح في العمل وفي البزنس ساحق، لأنه أحب إنه يكون رقم واحد، يعني لفترة يعمل تحت أشخاص، ولكن بعدين ما يحب إنه يعمل في وظيفة، يعمل من بعد ما أخذ خبرة في هذا المجال المهم، المجال اللي فيه لمسة إبداع، رسم، تجميل، شيء يخص الحرفة الصعبة. إنزين، فهني راح يعمل أو يفتح لنفسه عمل خاص فيه، عمل خاص فيه. هذا الشيء برج الحمل بيخلي هذا الشخص وايد يكون ضروري بالنسبة له، انه هو يكون شو اقول لك، هو اللي يكون اللي يذهب خارج المنزل وينجز ويكسب لقمة العيش، اللي هو المكافح، يريد ان يكون هو المكافح. نوعا ما يحب ان الكلمة تكون كلمته، ولكن دائما في طرق ان انت تستطيع ان تتعامل مع هاي النوعية من الأشخاص، صح؟ بالأسلوب الدبلوماسي. أوكي، ويحب أنه دائما يرجع إلى بيت يكون في شخص ينتظره. بما معناه مع هذا الشخص، هذا الطاقة، ما يحب أنه هو يذهب إلى عمله وأنت تكون أيضا شخصيتك مستقلة برج الحمل وأنت تذهب إلى عملك. لا، على الأقل لازم دائما عمله يكون أكبر من عملك، ضروري أكثر من عملك، أنت تكون متوفر من أجله، لأنه راح يكون جدا مشغول، يحتاجك أنت تكون متوفر من أجله تدير المنزل. أوكي، هذه أطباع وهذه أشوفها التوقعات العامة لحياتكم مع بعض. هذا الشخص راح أسميه، تعرفون، راح أعطيكم مثال. في أنواع، بعض أنواع الجلد، الجلد الطبيعي اللي يصنعون منها الحقائب الغالية أو الأحذية حتى الغالية ذات الجودة العالية، في نوعية جلد ذات جودة عالية وحتى صناعتها صعبة. أوكي، طريقة إنتاجها صعبة، ولكن الشخص اللي يتعامل معاها لازم يكون جدا حذر أو جدا ذكي، لازم يكون حريص عليها، لازم يكون يركز عليها. هذه هي طريقة طاقة هذا الشخص. هو نوعا ما ثمين، ويحس نفسه ثمين، مو بس من أجل شكله، لأن فعلا أمام الكثير من الفرص، شخص مرغوب. لذلك ضروري عشان تحافظ على العلاقة بينكم، بكرة الارتباط بينكم، أن تسمح لأنه هو يكون الألفة. الألفة معناتها
الرجل المسيطر، الشخص المسيطر، على الأقل خارج المنزل. داخل المنزل ممكن يعطيك حرية أكثر ويوفر لك مادة عشان أنت تصنع القرارات داخل المنزل ويوفر رغباتك، ولكن خارج المنزل ضروري أن عمله يكون دائما أهم من عملك، عرفت؟ يكون هو البريد وينر. هذه أشوفها ديناميكية العلاقة بينكم. خلنا ننتقل رقم 5. إيه نسيت هني في شكل أتكلم عن الشامة، في شيء في علامة على جسمه، على الأغلب هذه تكون إذا ما كانت تاتو بتكون شامة، وشامة واضحة في رقبته أو وجهه، أوكي، أو يمكن هني حتى في يده. خلنا نتكلم الحين عن ماذا سيقدم لك قبل الزواج. ماذا سيقدم لك شخص الزواج؟ برج الحمل هذا الشخص راح يتكفل ويكون السيد، يعني يتكفل بكل الأمور المالية والمسؤوليات المالية، أوكي؟ لا، إحنا عكسنا الأوراق. هذا هني، هذا يخص المنزل اللي راح تتشاركون فيه غدا بعد الارتباط، وهني ماذا سيقدم لك؟ سرعة للخطأ، هني ماذا سيقدم لك؟ راح يوفر لك 3 أشياء قيمة قبل الزواج، راح يشيل في احنا في مجتمعاتنا في 3 أمور ضرورية مالية تتعلق بالاستقرار وبالزواج وبالمادة، ضرورية ودائما فيها مشكل او فيها يصير عليها نقاش كثير قبل الزواج. هو هذا الشخص راح يوفرها لك، ويوفرها لك بسهولة، ولانه قاعد اشوف هني يوفرها لك بسهولة، فاحس راح يكون في وقت ما بين تعرفكم على بعض والعلاقة وما بين الارتباط، لأن احتمال راح ياخذ وقت عشان يؤسس نفسه، زين، ولكن راح يوفر 3 أشياء. هنا نتكلم عن الأشياء المالية، العاطفة، الحب، الحنان راح بالعكس ياخذها من عندك أنت. برج الحمل راح يستند عليك أنت عشان توفرها أو تستخرجها في العلاقة أو تستخرجها من شخصيته. هو هني راح يكون السيد في انه يوفر لك المسكن، 3 أشياء صعبة توفيرها في بداية الزواج ولكن ضروري تتوفر. نتكلم عن السكن، نتكلم عن اثاث عفش البيت، نتكلم عن عربية خاصة، سيارة خاصة فيك، عشان انت ايضا برج الحمل يمكن راح تحتاجها في المستقبل من اجل الجامعة، من اجل وظيفة، من اجل تروح تشتري ملتزمات البيت. فعندنا هني 3 أشياء ضرورية. يمكن يكون ايضا المهر، هذا الشخص قادر على انه يشيل حمل ثقيل للزواج ولوحده وفي بداية الزواج، راح يوفر لك اشياء. اغلب الازواج الا اذا كانوا جدا اغنياء، بس اغلب الاشخاص صعب يوفرونها في الزواج وفي بدايته. هذا اشياء جدا ممتازه تحتاجها لاستقرارك، يعني انت من الاشخاص اللي اذا تزوجته مبكرا وعلى سن صغير او مبكرا في الزواج راح تتوفر عندك اشياء باقي الاشخاص قاعدين يقلقون بخصوصها وقاعدين يحاولون يحققونها في حياتهم. اشياء ضروريه قلت لك، منها السكن والسكن المستقل، منها السيارة، سيارة ثاني أهمية بعد السكن، أوكي، منها احتمال المهر. بعض الشعوب تطلب مهر أو شبكة أو شيء من الرجل، فهذا وزن أو ثقل راح يستطيع أن يشيله، برافو عليه، ويشيله بروحه في بداية الزواج. انزل نتكلم الحين برج الحمل عن أسرته. ما أدري ليش هني في عندكم شيء عكس، دائما الأوراق اليوم عند قراءة برج الحمل قاعدة تروح في المكان المختلف. برج الحمل أسرته عندهم انفصال داخل الأسرة، إذا مو انفصال اغتراب، لأن أشوف أن احتمال أمه وأبوه يعيشون منفصلين، أو واحد منهم يعيش في دولة ثانية من أجل العمل، من أجل لقمة العيش، ففي هني انفصال، أوكي. هذا الشخص يأتي من عائلة كبيرة، مو أسرة، عائلة يعني العم، أبناء العم،
عائلة جدا كبيرة ولكن ليس على تواصل دائم معهم. يعني لو سمعت اسم عائلته راح يتردد في اذنك، ولكن راح تستغرب ليش هو ليس قريب من الاشخاص اللي انت تسمع عنهم. سمعة عائلته منتشرة ولكن هو ليس قريب منهم. نوعا ما اسرته متفككة او غير مترابطة او قليلين الاهتمام ببعض، كل واحد بس داير باله على نفسه. فضروري تفهم البيئة اللي هو يأتي منها، تفهم ان هذا شخص ما ادري، احس انه مفتقد للعاطفة، فقد الشيء لا يعطي، يستطيع يعطيك المادة ولكن بالعكس في العاطفة انت اللي تقدر تعلمه تدربه تستفز في هذه المشاعر، لان وايد اشياء مفقودة داخل بيتهم، اشياء مثل الاستقرار، مثل الحب، مثل الحنان، مثل البيئة التقليدية اللي فيها أم وأب وأسرة مترابطين. على الأغلب هذا الشخص عنده عدد أفراد أسرتهم وعدد الأخوة عنده فردي، يعني فقط أخ وأخت، أوكي، ما عنده الكثير من الأخوة والأخوات. خلينا نشوف السكن والحياة بينكم بكرة، وهذا هو الكرت اللي مساعة شفناه أو اختلفنا فيه. شلون بتكون حياة بينكم خصوصا في اول الارتباط؟ برج الحمل هذا شخص راح يستطيع انه بسرعة وخصوصا في بداية الارتباط ان يوفر لك مثل ما قلت لك في بداية القراءة مسكن مستقل فيك، اما راح يبني منزل من الصفر، لان عندنا هني طاقة انه ارض جديدة، مكان جديد يبني من الصفر، او راح يأخذ عقار قديم، مكان قديم ويجدده كامل، يجدد كل شيء فيه، كل تفاصيله وحتى الأثاث وحتى المطبخ وحتى الأرضية. زين، راح يوفر لك أيضا برج الحمل كل سبل الراحة ومكان، لأن هني المكان غير جاهز، هو راح يجهز لك. أوكي، راح أيضا يتعب من أجل أن يكون يوفق ما بين خارج المنزل وداخل المنزل، لأن أحس بعد ارتباطكم راح يكون جدا مشغول في عمله، في إبداعه اللي قلت لك عنه هني، راح يكون شخص كثير الطلب عليه خصوصا في العمل، عمله متطلب. زين، وهذه هي طبيعة الأشخاص اللي يملكون مشاريعهم الخاصة. زين، هذا الشخص راح يكون بطبيعته أب ممتاز، أب جدا حنون وجدا مهم بالنسبة لراحة أبنائه، مهم بالنسبة لأنه يوفر الأفضل. مو قلت لك تنافسي، شوف الطاقة اللي عنده، يوفر الأفضل لأبنائه من تعليم، من مسكن، من حتى أنه يكون على علاقة جيدة بأمهم. زين، ولكن في بداية حياتكم مع بعض يمكن راح يكون في برج الحمل عدم قدرة على أن تتواصل معه، قلت لك لأنه هو يأتي من أسرة ما فيها تكلم، تحدث عن المشاعر أو تواصل مع المشاعر أو حنان، فأنت راح تكون هو الشخص اللي راح يكون يضخ في العلاقة، في الزواج، الأموال، ويكون موجود بعد، بس أنت اللي تضخ طاقة الحب، الحنان، طاقة التفاهم أيضا تأتي منك أنت برج الحمل. أوكي، هذا الشخص إذا صبرت في بداية علاقتكم على ما بقولك ظروفه الصعبة، أطباعه الصعبة أو فترة الزواج الأولية دائما يكون فيها عدم تفاهم، أوكي، إذا صبرت في هاي الفترة راح يكون مردودك في العلاقة جدا ممتاز، راح جدا تكون محط تقدير، راح تكون بإذن الله مرتاح في حياتك بعدين لما تكبر، ترتاح جدا مع هذا الشخص لأن خلاص تكونون وصلتوا مرحلة التفاهم. صح التفاهم في البداية صعب، بس من تتفاهمون تعرف مفاتيحه ويعرف هو مفاتيحك، يعرف انت ماذا تتوقع منه. عنده صعب في البداية ان يفهم هذا الشيء، كأنما انت برج الحمل ايضا صعب ان توصل له انت شلون كنت تتوقع انه يتصرف، مثلا تتوقع ان يسأل عنك او يتصل فيك في مناسبة معينة او يرسل لك هدية، فهاي التوقعات صعب انه يفهمها، ضروري انه يكون في تواصل هني،
هاي الكرت يقول لي ضروري انه يكون في كلام مباشر منك برج الحمل عشان توجهه في الحب في العلاقة، لا يفهم كثيرا. زين، فهذه هي طبيعة شخص يهمه جدا ان ابناء بكرة يلبسون افضل ملابس، يركبون افضل سيارات، يكون لهم حتى افضل مستقبل، مستعد يسوي اي شيء من اجل ان يحقق لابنائه الشيء اللي هو ما كان يمتلكه لما كان صغير السن. اوكي، خلينا نشوف الحين برج الحمل ماذا سيحب فيك. سيحب فيك صراحتك وتحديك، انت من الاشخاص اللي اغلب الاشخاص لانه هو مرغوب وصاحب كاريزما وجذاب يرضخون اليه. انت عندك طاقة تحدي، انت عندك طاقة انا انسان مستقل، انا برج الحمل ومستقل، ومهما انت كنت ناجح انا لست بحاجة الى نجاحك. هذا الشيء بالعكس راح يخلي يختارك انت من بين كل الناس، هذا راح يخلي انت في نظره الشخص رقم واحد. اوكي، احب انه يسمع دائما رأيك، واحب انه امام الناس او امام الابناء او امام اي احد حتى لو يعرف ان انت تخالفه في الرأي او لا تتفق معه، ولكن راح يحب فيك ان انت بالعكس دائما امام الناس لا تكسره، تأخذ رأيه أو أمام الناس دائما تقف إلى جانبه وتتفق مع كلامه ورأيه حتى لو كان هو غلطان، حتى لو أنت كنت مو غير صادق في هذا الشيء لا تتفق معه، رح يقدر لك هذا الشيء. هذا شخص ليس غبي ولكن شوي رأيه متعصب في بعض الآراء عنده، هو رح يقدر أن أنت أمام الناس تكون متفق معه، ولكن مثلا من تصيرون بروحكم تقول له والله يا شريكي كان المفروض ما تتصرف بهاي الطريقة، او كان في طريقة افضل تتعامل فيها مع الموضوع. هذا راح يخليك جدا تكبر في عينه. اوكي، تكبر في عينه، هذا راح يكون الشيء اللي دائما يجدد عندكم طاقة الحب والزواج ويخليه متمسك فيك اكثر ويحسب لك حساب اكثر. اوكي، راح اسحب الحين كرت عشان نشوف هذا الشخص يأتي من اي منطقة، هل هو من منطقتك او من دولة اخرى مثلا. هذا الكرت طلع فيه رقم 8، احس برج الحمل ان هذا الشخص يأتي من منطقة، من مدينة مجاورة لكم او دولة حتى مجاورة لكم قريبة لكم ولكن ليس من نفس منطقتك. اذا ترجع لبداية القراءة راح تشوف احتمال ليش الاسباب، فهني في حدود بينكم وبينهم، في هذه منطقتنا وهذه منطقتكم، هذه المدينة الفلانية وهذه مدينة اخرى، ولكن يجمعكم نفس الدين على الأغلب، نفس العرق، نفس الدين نفس العرق. في ممكن يكون في بعض الاختلاف برج الحمل قاعدة أشوفها، ممكن أنتوا تأتون من بيئة، يعني احتمال كبير أنه مثلا هو يأتي من يكون من دولة مثلا مثل قريبة من بعض، صح؟ لبنان سوريا، الأردن ومثلا سوريا، الأردن ومصر، العراق وسوريا، الدول او المدن اللي قريبة من بعض ما فيها اختلاف كبير بس في اختلاف. زين، انتوا تأتون من بيئة محافظة اكثر بالنسبة لهم، هم بيئتهم ليست محافظة كثيرا، ليست حتى ما عندهم الكثير من العادات من التقاليد من امور العيب الحرام، فاذا كنت انت تحب هاي الامور انت اللي لازم تضخها، وراح يستطيع ضخ في العلاقة برج الحمل، ولكن فقط ضخ الأشياء اللي يملكها، نجاح، تمسك فيك، متمسك فيك أحسه، وهني الاستقرار المادي، النجاح، أوكي، الأموال، المنزل، الأمور المهمة عندك، وأنت اللي تضخ في هاي العلاقة مثل ما قلت لك،
الحب، الحنان، الدفء، الرومانسية، كل هذا الحمل هو حملك.